أنا جيت اليوم راح نعمل ردة فعل على فيديوهات التيك توك. عندي زمال ما عملت ردة فعل على فيديوهات تيك توك. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ويلا نبدأ. ليتس جو. إذا سمعنا أنا وصاحبي أغنية فري فاير القديمة. لا والله ذكريات فري فاير القديمة. الشيء الوحيد اللي يقهرني فيها هي الأغنية القديمة. أوكي قلب مكسور إيش؟ زمان كان في كرسي هيك كرسي العرش بالخريطة بتروح تجلس عليه. والله كان شيء أسطوري. ليتس جو. ريل لايف إن جيمز. والله بيشبه. بس شوفوا لو لعب فري فاير سوى نفس التيشيرت كان شيء أسطوري. شوفوا 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 والله نفس الشيء. ليتس جو. لا تقولوا لي راح يقلد الرقصة. أكيد بالجيم راح يقلدها. ليتس جو. الشخص الوحيد في العالم الذي استطاع تقليد لعبة فري فاير. سبايدر مان يلعب فري فاير في بقالة. واو شت. أحلام العصر والله. شوفوا أحلام العصر. لسه تلعب. اوكي قاعد ياكل ويلعب. ياكل يشاهد. ياكل بيده. هندي. بكره الشخص هيك ياكل بيده وبعد يدي. ايش قاعد يعمل؟ فكرة حلوة. ركب صورة البروفايل في فري فاير ركبها على الهاتف. حلوة حلوة الفكرة. حلوة. اسطورية بيو. 6-6 تبدأ الحرب. هذا دايما يصير لما تكون النتيجة 6-6 خصوصا اثنين يوتيوبرز. اكيد ذكريات. اكيد اتحداكم بشي فيه ذكريات. واحد واقف. يو الصورة القديمة تبع فري فاير يعني في ارض الواقع. والله قارينا يريد تعمليها. ارجوك قارينا اعمليها في اللعبة راح يكون شيء اسطوري. صورة البويا باص لسكن الحدث. هاي هي الصورة سكن لما تلبسها. شوفوك. والله بجد قارينا دائما تخدعنا. لا تشحنوا مرة أخرى. صدقني ما في أحد. انزل بس. هذا صاحبك لما يقول لك انزل في البيك ما في حدا. في بس واحد. في بس اثنين. يلا نجل. أو كلوك تاور. قديما الفاكتوري كانت هيك. حاليا الفاكتوري ينزل فيها واحد أو ما ينزلوا أبدا. والله الفاكتوري كانت هيك زمان. والله الفاكتوري كانت فاير. ايش ذا؟ والله احلام العصر. بحتار بالناس اللي يسووا الفيديوهات يعني فيديوهات غبيه بس بحبها بيعجبوني بصراحه. الفيديوهات الغبيه كلها بتعجبني. تتذكروا عملنا كريمينالي يلعب كره القدم سجل هدف. ايش ذا؟ ما في صوت اصلا. ليتس جو. اوكي انمي سكواد بلاير. اوكي يعني هذا سكوادي وهذا سكواد الناس. شوفوا سكواد الناس اقوياء وسكواد نوبات. سكوادك اهم شيء انه بيضحكوكم بيلعبوا. هذا اهم شيء. يو فكرة اسطورية. عجبتني فكرة الدروبات. والله الدروبات بنقدر نسوي عليها كثير افكار. اوكي احتمال اكتب افكار للدروبات. والله حلوة. والله افكار يا شباب حلوة بالدروبات. كل هدول صديقاته. شوفوا سوي عليهم قلب قلب قلب. حرام حرام حرام. من الحين يقول لك حرام حرام بعد الفيديو يروح يتكلم معهم. ايش ذا؟ قلب مجاني يركض وراه شخص عنده بربره. وش 2019-2020 بعد المدرسة شباب. بعد المدرسة بتسووا هيك ولا لا؟ شوفوا بودرة الأطفال صغار ويبدأ الشلت. شوف
ذكريات. هذا الشخص اللي عمل لعبة فري فاير، رئيس فري فاير. شوفوا ماي انمي بوبجي فري فاير، انتوا وش تختاروا؟ اكتبوا لي بالتعليقات، تختاروا باب بوبجي او باب فري فاير؟ اكتبوا لي بالتعليقات. ها شوف الذكاء، شوف الذكاء. شلت سكو، احسن لعبة في العالم. انت ضد سكواد. شت، مش كل الناس هيك والله. بعرف صاحبي لو يلعب ضد واحد يموت، مش سكواد. اوكي، كانيني اصلا لو يلعب ضد واحد يموت، كانيني اللي عامل هذا الفيديو. 2019 يا ثلج، يعني شوف تصير متغطي هيك والامطار تصب وتلعب. يا والله اني اتذكر هيك ثلاث اربع ايام مروا علي هيك بهذا الشكل ايام هذا التحديث. والله شيء اسطوري يا شباب. شباب ما كنت ادرس، اوكي كنت بارب من المدرسه مشان العب فري فاير. والله ما كنت ادرس العب فري فاير، بس انتوا ادرسوا. حلو المونتاج. لا تقولوا لي اعمل رقصة، لا تقولوا لي اعملها. ليتس جو. والله نفس السكن اللي عملوه باللعبة. اسطورة. والله يعملها. تتحدوني اعملها، تتحدوا. لا خلاص انا انسحب، ما راح اعملها. ميوزك فري فاير 2019. والله اللي عمل الموسيقى انت اسطوري يا حبيبي. شكلي بعد ما لعبت بالفاير باص الثاني. يا حبيبي ما شفت لما تلعب بالساكورا بيزحفوا عليك كلهم. خلاص انا اعتدت الزحف. خلاص خيروك بين المال والجمال، شو بتختار؟ المال. خيروك بين المال والذكاء، شو بتختار؟ المال. خيروك المال. خيروك خيروك بين المال والصحة، شو بتختار؟ المال. المال ثم المال حبيبي، والله عيب عليك، الصحة أهم من المال. قاعد يقول لكم كانيني إنه هي فري فاير بدون قوانين فيزياء، فهمت؟ شوفوا يصير كل شيء بالمقلوب. الناس كيف تشوف السحر؟ أيوه دقيقة، حركة البنت حلوة. اوكي كيف عملها؟ اتوقع كانت وراها صح؟ انا كيف اشوف السحر؟ وايت هو السحر يا حبيبي، وايت فور فور او جيكسو او السحر مش الزيت. اوكي لازم هدول هم ساحرين فري فاير. لما تتزوج وانت لاعب فري فاير. طفت عليه البي سي. شيل الخاتم هيك ورمى. اوكي انا ما اشيل الخاتم يا شباب، لا لا انا ما اشيل الخاتم منشان لعبه يا اخي. والله بتسويها، ما بشيل الخاتم، بشيل راسك. كيف قدر يلبسها؟ كيف قدر يلبسها يا حبيبي؟ هذا بيدخلوا معه هون سته عادي بدون ما تلمسهم الشمس. هذا من اطفال القمر لما يكون عندك فلوس. صاروا يصفقوا له. قال موقف كسرك، موقف كسرني. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفه. والله يا شباب بجد هاي المواقف بتكسرك. متحسش ابدا. والله فيديو ظابط والله. Let's go. مع انه قريب ما تحسبه. 2023 القط يشاهد شخص يلعب فري فاير. شوف القط صار محترف. اوكي 25 درجة الحرارة يعني مرتفعة في هذه الدول، فهمتوا يا حبيبي؟ السعودية اكثر من 35. انت خاطئ يا صديقي، خاطئ بحساباتك. حتى ايران درجة الحرارة فيها قوية جدا حرفيا. مصر 45 درجة الحرارة. فري فاير.
اقفل 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 يا هذا بيبو في الصيف يلعب يجيب البي سي يدخله هيك بالثلاجه ويلعب ويصور لنا فيديو. اي ميت دواليبا يعني هاي شباب هاي المغنيه دواليبا يعني هذا الشخص هذا اصلا بنت شوفوا كيف شو يسوي يعني هذا بنت اصلا ليتس جو اوكي اي ميت رونالدو اكيد راح يطلع يوتيوبر فري فاير اتوقع اي ميت بيلي ايليش اتوقع اني ما نطقتها صحيح اوكي من وين جبتوا هاي الصورة؟ دقيقة من وين جبتوا هاي الصورة؟ هاد الصورة توقع في يا شباب صورة قديمة اوكي هذه في الصيف اللي فات يعني مش هاد اللي احنا فيه اللي هو راح يطلع اصلا هاي الصورة عندها اكثر من سنة من وين جبتوها ما ادري اصلا هذا مش ملاقي اوكي هذاك الوقت ما كنت اعرفه ملاقي هذا مش ملاقي هذا صاحبي من وين جبتوها؟ لما اظل اخر واحد في سكوادي واموت اصدقائي بيرموك يحرقوك لا لا اصدقائي ما يحرقوني والله حرقوه يا شباب ليش متت يا غبي جواهر فري فاير لا تشتري السعادة انا بدونها الجواهر اهم شيء هي اكسجين لعبة فري فاير ايش ده سيارت فري فاير بالواقع ايش ده الازعاج ايش ده الازعاج والله يا شباب تشبه سيارت فري فاير بالواقع هذاك خونا لما يطيح يوتيوبر عنده علامة الفي يموت بالسعادة لما يطيح الصحراوي المسكين ثانيتين بالحقيقة ثانيتين بفري فاير سونيا يا شباب مشكلة عويصة حطيت الجودة فائق لأول مرة بحياتك والله هذا هو شعوري انا لما جبت هاي الشاشه الجديده اوكي بتدعم ال 2K اوكي والله شاشه اسطوريه عمل جيد سكوادي من غير سبب تم رصد العدو تم رصد العدو تم والله ما عرفت كيف اشيلها من اللعبه يا شباب علموني اكتبوا لي بالتعليقات كيف تقدر تشيلها والله يا شباب ازعاج غير طبيعي مفروض فري فاير تسوي لنا كيف نقدر نشيلها ازعاج صار لك يومين مو نايم وطالع روحك طال بكرون وين في وين صاحبك يجيك صاحبك يقول لك ناغل بكروم الناس على الثانية ليلا راقدة وتتماشق أنا وصاحبي قاتل بأسلوبك لما تشحن جواهر بفلوس حرام وتجرب حظك في اللوكر رويال فارغ أوجد فري فاير يو نفس الشيء دقيقة نفس الشيء شوفوا والله نفس الشيء هذا الشخص قفز سوى نفس الصورة اللي عملتها فري فاير حرفيا بس كيف نزل على وجهه هذا نيو بلاير يحب هاي قديمة والله قديمة يا شباب اكيد راح يسوي صورة الدجاجة او الحمراء اكيد اللي فيها صورة الدجاجة او الحمراء الحمراء قديمة تبع التوكن هذا يدرس يلحظ شوفوا يدرس وبنفس الوقت يلعب والله شباب تحية لأي شخص بيدرس يلعب بس ركزوا على الدراسة أكثر من فري فاير وقت الدراسة دراسة ووقت اللعب لعب وخلوا شوية وقت تفرجوا بي على فيديوهات الصحراوي كل يوم أنزل لكم 2 أو 3 فيديوهات باليوم حرفيا المهم يا شباب القد وصلنا إلى نهاية المقطع أتمنى المقطع يكون إعجابكم بعرف أنه صار في دخول مدرسي ركزوا على دراستكم وكمان أحيانا العبوا فري فاير مشان تنفسوا على حالكم طبعا يا شباب لا تنسوا أنكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة ضروري جدا كان معكم الصحراوي أسطورة العالم أني رحت